ينضم معنا في الاستديو للحديث عن هذا الملف عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية دكتور محمد مكني. أهلا بك دكتور محمد. مساء الخير. الله يحييك. إذن دكتور محمد، في ظل رئاسة المملكة لقمة العشرين تقدم مرشحها للإدارة العامة لمنظمة التجارة العالمية، كيف تنظر لهذا الموقف للمملكة وكذلك العمل الدؤوب أيضا للمملكة في تحسين الأنظمة التجارية العالمية؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة المملكة العربية السعودية منذ انضمامها حقيقة لمنظمة التجارة العالمية وهي حريصة جدا على أن تساعد وتقدم في ما يخدم الحقيقة التجارة العالمية بشكل عام. وخليني أنطلق الحقيقة من رئاسة المملكة العربية السعودية في لقمة العشرين وكلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين اللي أكد فيها على أن يعني وجوب وضرورة استعادة الإمدادات التجارية والخدمات بين الدول، وهذا الدليل واضح حقيقة أن المملكة بتدعم إعادة الثقة للاقتصاد العالمي في ظل هذه الجائحة الصعبة. أيضا يعني مكانة المملكة العربية السعودية الحقيقة في مجموعة العشرين وحصولها على الكثير من التصنيفات المميزة في ظل هذه الجائحة، يعني آخرها تصنيفها في يعني ممارسة الأعمال من خلال البنك الدولي، تقدمها يعني كأول دولة من بين حوالي 192 دولة في العالم في بيئة ممارسة الأعمال، أيضا التنافسية العالمية اللي حصلت عليها في التقرير الأخير الحقيقة كان تقدم رهيب. أيضا السعودية بشكل عام الحقيقة تدعم التجارة الدولية الحرة الشفافية. فاليوم أنه يكون هناك مرشح من المملكة العربية السعودية أعتقد أنه صحيح أن المنافسة ليست بسيطة، وأنه هناك الحقيقة تطلعات كبيرة لدول العالم أو حتى لمجموعة الدول الأعضاء في هذه المجموعة ليصلون إلى ما يقارب 167 عضو يمثلون ما يعادل 97% من حجم التجارة العالمية. أنا أقول أنه إن شاء الله يعني أن يعني ينال مرشح المملكة العربية السعودية. دكتور محمد، سنتحدث عن مرشحنا الأستاذ محمد التويجري، لكن قبل ذلك يعني في فترة قصيرة قامت المملكة بعدد من الإصلاحات الاقتصادية في الداخل وكان لها تأثير أيضا كما تحدث سمو ولي العهد أن المملكة بموقعها الجغرافي سيكون لها تأثير الكبير بلا شك على يعني إمدادات الاقتصاد أو سبل الاقتصاد في شكل المنطقة بشكل عام. يعني هذه الإصلاحات الاقتصادية كيف تنظر لها؟ وأيضا ارتقت بالمملكة إلى الوصول لمصاف الدول الاقتصادية الكبرى. الحقيقة رؤية المملكة يعني منذ انطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ونحن حقيقة يعني في كل عام نسمع إنجازات متكررة للمملكة على كافة الأصعدة. إذا تحدثنا في الجانب الاجتماعي نجد أن هناك تطور وتقدم، إذا تحدثنا في الجانب السياسي أيضا في الجانب الاقتصادي، ففي كل الأوجه الحقيقة السعودية مع رؤيتها حتى في مواجهتها لجائحة كورونا الحقيقة كانت من الدول الرائدة ومن الدول التي يعني حذت حذوها كثير من الدول الأخرى في كيفية التعامل مع اقتصاديا بالتحديد مع هذه الأزمة. أتفق معك تماما إنه المملكة العربية السعودية الإصلاحات الاقتصادية الموجودة فيها تدعم الحقيقة منظمة التجارة الدولية وتساعد الحقيقة على أن يكون هناك اقتصاد خلينا نقول عالمي فيه سلام وفيه يعني وضوح وشفافية عالية جدا سواء بين المنتجين أو بين المستهلكين. لا شك أنه اليوم إحنا في أمس الحاجة كدول عالم الحقيقة، الأعمال الأحادية لا تنفع في مثل هذه الأزمات، أن يكون هناك اتفاق عالمي، أن يكون هناك اتفاق واحد على كيفية إدارة التجارة الدولية، تجارة العالم، كيف نقود اقتصاد العالم للخروج من هذه الأزمة. وهذا الكلام أكد عليها سيدي خادم الحرمين كما ذكرنا في مجموعة العشرين ورئاسته لمجموعة العشرين. المملكة العربية السعودية كان لها حقيقة السبق في كثير من القرارات في الداخل السعودي مما أثر الحقيقة كما ذكرت من خلال موقعها الاستراتيجي في العالم، وأنها حقيقة تعتبر رابط بين ثلاث قارات أساسية في تنقل التجارة. أنا أعتقد أنه هذا كله من الأشياء اللي بتساعد أن المملكة العربية السعودية ربما تحصل على هذا المقعد أو خلينا نقول رئاسة المدير العام لهذه المجموعة. دور والحجم الكبير للمملكة اقتصاديا، وأيضا يعني أتى ترشيح من قبل خادم الحرمين الشريفين الأستاذ محمد التويجري وفقا لخبرته الكبيرة. كيف تنظر لشخص الأستاذ محمد التويجري وفق يعني المناصب التي تقلدها خلال الفترة الماضية وكذلك الخبرة الكبيرة في المجال الاقتصادي؟ لا شك انه يعني يمكن ذكرتوا انتم في تقريركم الحقيقه سيره كبيره جدا ل يعني مستشار الديوان الملكي الاستاذ محمد التويجري واللي كان حقيقه اخرها وزيرا للاقتصاد والتخطيط. سيرته او خلينا نقول السيره الذاتيه لمحمد التويجري عريقه،
وكبيرة، سواء يعني فيها تنقل جميل من يقرأها سواء بين القطاع الخاص في القطاع البنكي في القطاع الحكومي، هذه كلها كونت خبرة كبيرة ورائدة في الجانب الاقتصادي في الجانب التجاري، يعني متميز أيضا في مسألة اللوائح والأنظمة وكيفية تغييرها وتطويرها. كل هذه من الأشياء اللي بتساعد أن يكون هو من المرشحين الأقوياء للحصول على هذا المنصب بإذن الله. ولا شك أن المملكة العربية السعودية حينما تقوم بترشيح يعني محمد التويجري فهي تعلم أن الأستاذ محمد التويجري إن شاء الله سيكون خير ممثل ليس للمملكة فقط، وإنما نتحدث بشكل عام لمنظمة التجارة التي فعلا هي تحتاج إلى أن يكون هناك تطوير في أنظمتها وقوانينها. وهذا أيضا ما يؤكده عدد من المسؤولين وأيضا حديث عن بعض المنظمات العالمية صحيح. التي قد لا يعني تسير وفق يعني خطط ثابتة صحيح. وهناك إشكالية كبيرة في أنظمتها. المملكة أيضا دائما تسعى إلى تطوير أو تتحدث عن تطوير وتغيير هذه المنظمات صحيح. لما يخدم البشرية بشكل عام. والمبادرة الأخيرة اللي يطلقها يعني في مجموعة 20 ل25 عام تطوير منظمة التجارة بشكل عام، حقيقة هذا دليل واضح على أن يكون هناك يعني الهدف الأساسي في 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 في, في رؤية المملكة، وليس فقط إصلاحات اقتصادية وتجارية داخلية، وإنما أن يكون هناك إصلاحات اقتصادية وتجارية على مستوى العالم. وهذا الأصل اليوم حتى على مسألة كيفية يعني مساعدة الدول النامية، كيف ممكن يكون عندنا تخفيض الجمركة والتكلفة الجمركية في منظمة التجارة، إزالة العوائق بحيث يكون هناك سوق حرة منافسة لا يوجد فيها عوائق، المحافظة على المنتج المحلي للدول. أيضا اليوم إحنا منظمة التجارة واحد من أهم أهدافها الحقيقة الأساسية ألا يكون هناك الحقيقة يعني فتح التجارة بشكل يؤثر بالمنتجات المحلية، بمعنى أن يكون هناك تخفيض في مستوى الأسعار أقل من التكلفة الأساسية أو أقل من حتى تكلفة المنتج، وبالتالي هذا يؤثر لا شك على الـ يعني قيمة هذه التجارة ويؤثر على اقتصاديات الدول داخليا. جميل دكتور محمد، أيضا فيما يتعلق بالموضوع بشكل عام تأتي جائحة كورونا بهذه الأزمة الاقتصادية في ظل رئاسة المملكة لقمة العشرين، وأيضا الآن ترشيحها للأستاذ محمد التويجري لرئاسة منظمة التجارة العالمية، يعني الدور الكبير للمملكة أثناء هذه الجائحة في تعزيز، ويعني كان هناك حديث كبير من قبل هذه الجائحة من معظم الاقتصاديين صحيح. على مستوى العالم أنها ستغير من يعني أدوات الاقتصاد في ليس في المنطقة ولا في العالم أجمع صحيح. هذا الدور الكبير للمملكة في ظل هذه الأزمة كيف تنظر له تحديدا؟ يمكن أزمة كورونا لم يسبق للعالم أن واجه أزمة بمثل هذا يعني الحقيقة بمثل هذه خلينا نقول الكارثة اللي حصلت، لكن الحمد لله رب العالمين. المهم كيف يكون ردود الأفعال من في اقتصاديات الدول. المملكة كما ذكرت يمكن كانت مثال يحتذى فيه، اليوم تعاملها مع الأزمة بشكل عام الحقيقة يعني إدارة الأزمة بامتياز. وهذه الأزمة ليست فقط على يعني المملكة جميل. وعلى الشرق الأوسط، لعلي كنت أقصد يعني دور المملكة في إدارتها لهذه الأزمة داخليا وانعكاسها على أن يكون لها البصمة الكبرى في يعني تكوين الأنظمة التجارية بشكل عام في العالم. صحيح، أنا أتفق معك أنه فعلا اليوم كثير من الدول يمكن قرأنا في كثير من التقارير الاقتصادية أنه كان هناك ثناء ويعني على ما قامت به المملكة العربية السعودية، وهذا تأثير يعني هذا تأثير غير مباشر الحقيقة. اليوم أنا أدرت الأزمة بامتياز في الداخل، هذا كان له أثر، خصوصا أنك تتكلم اليوم على دولة يعني هي القائد في منظمة أوبك، إذا تحدثنا على الجانب يعني صادرات المملكة من النفط والبتروكيماويات لدول العالم المصنعة، استطاعت المملكة يعني حتى في مسألة المحافظة على أسعار النفط، واليوم حين نسمع على يعني التحركات السعودية في مجموعة أوبك بلس، اللي كل هذه حقيقة دليل واضح على كيف تعاملت المملكة العربية السعودية مع الأزمة، وكانت يعني على قدر كبير من المسؤولية في ما يخص يعني جائحة كورونا. عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور محمد مكني، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك، شكرا جزيلا.